وباذن ان احنا اللي احنا عملناه اللي هو الجزء ده اسمه تهيئه ايه، تهيئه الرسم من معمار الانشاء في شوت حياه. اظن دلوقتي اشتغلت بايديك، هقول لك شوت حياه دلوقتي وفي بعض الصعوبات واجهتكم. اولا بالنسبه لاننا ننظف المحاور من جوه، في ناس لما بتيجي ترسم المستطيل ما بتعرفش تجيب المستطيل على حدود المحاور، يعني ايه لسه انت في الاول، فتلقى المستطيل بيدخل معاك جوه بيدخل معاك بره وهكذا. احنا ممكن نتغاضى عن الموضوع ده ازاي؟ انا نرسم ده عن طريق امر لاين، يعني بدل ما كنت برسم مستطيل ارسم لاين. بصوا معايا على الشاشه انا برسم لاين ازاي. بص انا برسم امر لاين ازاي، ببدا ارسم لاين فوق في اي مكان كده في النص وانزل بيه تحت وامشي بيه، يعني برسم لاين على المحيط الخارجي للرسمه، لان لو في محور مايل عندك مش هتعرف ترسم مستطيل. باجي اعمل ايه لما اختار تريم، بدل ما كنت اختار مستطيل هختار مين، هختار الاربع خطوط اللي انا شغال عليهم وادوس سبيس. لو انا علمت بعد كده على اي محور هيبدا يعمل له ايه، هيبدأ يعمل له تريم. يعني ايه، مستطيل او خط او خطوط هما الاثنين بيأدوا معاك نفس الغرض، بس الاسهل بالنسبة لك انت. طبعا انت لو لسه مبتدئ في الكاد هتلقى الخطوط اسهل بالنسبة لك، لو انت اتعودت على الكاد هتلقى المستطيل بيمشي معاك بصورة اسهل. انا مش محتاج الخطوط دي، ببدأ ايه، ببدأ امسح وهكذا. بس عشان ما نضيعش وقت في الجزئية دي عاوزين نروح ونكمل الجزء اللي احنا شغالين فيه. طب ركز معايا، انا عاوز احل جزئية زي دي، ركز معايا عاوز احل جزئية زي دي. اولا بالنسبة للكاميرا اللي فوق هنمسح الخطين دول وهبدأ اختار امر جوين واختار الاثنين دول مع بعض سبيس واختار الاثنين دول مع بعض سبيس. بالنسبه للارتكاز اللي فوق ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. طب اخلي مين يمتد ومين يتقطع؟ اكيد الكاميرا دي يعني ايه، اكيد الكاميرا دي خلاص متشال على العمود ده والعمود ده، انا مش محتاج سبورتين. الكاميرا هنا في ثلاثه سبورت، يبقى الكاميرا دي اوريدي متشال، اقدر اطلع منها ايه، اقدر اطلع منها كانتليفر. يبقى اذا الكانتليفر ده راح امده للاخر، يبقى انا اتاكدت ان الكاميرا الجزء ده متشال على مين، على الكانتليفر اللي فوق، والكانتليفر ده ممتد من الكاميرا اللي تو سبان هي الكاميرا دي. طب بالنسبه للجزء ده، اولا انا عندي ده عمود وده عمود، فهعمل ايه، فهروح امد الكاميرا دي عشان تشال على مين، على العمود. يعني هعمل ايه، هعمل امر اكستند حد العمود واختار الخطين دول سبيس، بعد كده اختار الخطين، الخطين اوتوماتيك هيمتدوا حد الكاميرا، واروح انظف الجزء ده. ممكن تعمله تريم وممكن تدوس عليه وتاخد النقطه دي تسحبها تحت، مفيش مشكله، المهم نظفت الكاميرا دي. يبقى اصبح اوريدي بالنسبه لك الكاميرا دي متشال على العمود ده ومتشال على مين، على العمود ده، يعني ممكن اطلع منها ايه، كانت ليفر. طب لما اطلع كانت ليفر المفروض النهايه بتاعت الكانت ليفر امدها للاخر، لان ده هو اللي شايل. ينفع كاميرا 25 اشيلها على كاميرا 12؟ ده حتى شكل الرسمه كده بيوحي لك ان ايه، الانيرشيا بتاعت دي ضعيفه خالص، ما ينفعش يعني حتى رسميا، يعني كرسم ما ينفعش، ما بالك كتصميم. فعشان كده بنعمل ايه، بناخد ده موف. طب اخد له موف لفوق ولا لتحت؟ طبعا لتحت، مقدار 13 سم، تمام. بعد كده اعمل ايه، اعمل تريم للجزء ده واعمل تريم للجزء اللي فوق. يبقى انا اتاكدت ان الكاميرا دي متشاله على الكانتليفر ده او متشاله على الكانتليفر ده، في حين ان الكانتليفر ده ممتد من كاميرا بحرين، بكاميرا بحر واحد مشال على تو سبورت، والكانتليفر ده ممتد من كاميرا بحرين. طب ده الجزء الاول، نيجي بعد كده خلاص حليت الجزء ده، هاجي بعدين وعيني على الاعمدة، دايما عيني على الاعمدة، فانا هروح للجزء ده هبدا ايه، هبدا اخد من العمود ده للعمود ده، انا عندي ده المفروض فيه كاميرا في المكان ده، فانا هعمل ايه، هعمل جوين لده مع اللي فوق، وبعدين اروح اعمل له ميكستين حد العمود اللي فوق. طب ينفع كاميرا بالشكل ده اخليها 12 سم؟ يعني ينفع كاميرا، وانا قست الكاميرا دي مثلا من سنتر لاين العمود لسنتر لاين العمود هلقاها كام؟ هلقاها 5 متر ونص. ينفع كاميرا 5 متر ونص اخلي عرضها 12 سم؟ قال لك يا باشمهندس في الكود بيقول لك اقصى طول لكاميرا 12 سم 4 متر 80، خلاص
دي كاميرا 12 سنتي، اقصى طول لكاميرا 12 سنتي 4 متر 80، واقصى طول لكاميرا 25 سنتي 10 متر. الكلام ده جه منين؟ الكلام ده جه من علاقه ان دايما البي ما يقلش عن او لا يقل عن ال على 40، ال اللي هو طول الكاميرا، وال 40 ده رقم ثابت تبع الكود. خلاص اللي تفهمه انت خلاص الموضوع، ان كاميرا 12 سنتي طولها ما يزيدش عن 4 متر 80، وكاميرا 25 طولها ما يزيدش عن 10 متر. طب في بحور عندي في الوحدات السكنيه اكبر من 10؟ مفيش. يبقى اذا هي اما الكاميرا 25 او الكاميرا كام؟ 12. طب دي 5 متر ونص، ينفع اخليها 12؟ اروح اعمل لها موف اخليها كام؟ 25. طب اعمل موف للكاميرا دي بس ولا اعمل موف للكاميرتين؟ مين العدد تبقى 25؟ الكاميرا دي والكاميرا اللي فوق؟ الكاميرا اللي تحت. فانا هعمل موف للكاميرا اللي تحت بس، اخليها ايه، اعمل لها موف 13 سم. كده اصبحت كام؟ اصبحت 25. طب واحد يقول لي يا باشمهندس ينفع كاميرا يبقى عرضها 25 تبقى 12؟ اقول لك ينفع، طالما الفصل عمود، طالما الفصل عرض الكاميرا من 25 ل 12 عمود ينفع. وينفع تصمم دي سيمبل، كاميرا تاخدها سيمبل والكاميرا اللي فوق سيمبل، وينفع تاخد الاثنين كونتونس، يعني اخدهم كانهم كونتونس بي الاثنين، صح طالما الفصل عمود. لكن ما ينفعش كاميرا تكون 12 تبقى 25 والعرض ما بين عمود وعمود، ما ينفعش. هي تنفع بس لو انت صممت الكاميرا دي على سيكنس 12. يعني ايه؟ سي على سبيل المثال كاميرا عندي طولها 4 متر، المعماري بيتفزلك عليك شويه وعامل الحيطه 2 متر 12 سنتي، وال 2 متر التانيين عاملهم كام؟ عاملهم 25. انت ممكن تاخدها كلها 25 وتريح دماغك. لو انت عاوز تحافظ على شكل معماريين او جمالين تعمل ايه؟ تاخد الكاميرا الجزء الاول 2 متر 12 سنتي، و2 متر التانيين كام؟ 25. بس لما اجي اصمم الكاميرا دي هاخد عرضها 25 اخد عرضها 12؟ اخد عرضها 12. طب الجزء الزياده في ال 25 او 13 سنتي الزياده في جزء ال 2 متر دول اعتبرهم كانهم اكسترنال لود على الكاميرا. خلاص؟ واصمم الكنات على هذا الاساس. ينفع طبعا كل حاجه تصميميه تنفع بس الصميمه صح. بالنسبه لو كابولي مع كاميرا ممكن ايه؟ ممكن تخلي الكابول 12، يعني ممكن اخلي الكابول ده 12 وكاميرا 25، ممكن اطلع كابول 12 من 25، لكن انا اطلع كابول 25 من 12 ممكن، بس ليه احتياطات لازم تنفذ، لان ممكن الكابول 25 يكسر من 12. ممكن ازود لو العمود ده بعده كبير شويه، ممكن هي اخلي ارتكاز كبير على عمود الكاميرا، هي ممكن بس يعني خلافي معاك. طب كاميرا زي دي نفس المعتاد زي الكاميرا اللي فوق، حمد الكاميرا دي عندك متشاله، حد شال على الكاميرا دي اللي اوريدي انا شلتها على العمودين دول، بس هنا هعمل ايه؟ هعمل جوين للنقطتين دول مع بعض. طب نفس الكلام عندي ده الكاميرا دي، هبدا امسح التقاطع ده وهبدا اعمل جوين للاثنين دول مع بعض. ما علينا، انت لازم تاخدهم اتنين اتنين، ما ينفعش اكتر من كده. طب الكاميرا زي دي متشاله هنا على مين؟ على الكانتليفر ده. طب المفروض تحت متشال على مين؟ تتشال على الكانتليفر اللي تحت، لان اوريدي الكاميرا دي ستيبل وان ستيبل. الكاميرا دي خلاص ستيبل لان متزنه، متشال على العمود ده ومتشال على الكاميرا، باذن متشال على ركستين، راح اطلع منها كانتليفر. الكانتليفر اللي هيطلع ده ينفع يطلع 12؟ طالما شايل 25 يبقى الكانتليفر ده يكون كام؟ 25. طالما كانت ليفر 25 يبقى لازم الكاميرا اللي هيطلع منها يطلع كام؟ برضه 25. انا هعمل اثنين موف 13 سم واعمل تريم وانضف ايه؟ وانضف الكاميرا اللي عندي. كده ايه؟ ممكن اعمل ايه؟ ممكن كاميرا زي دي اللي هي رقم 3 بالنسبه لك، ممكن اشيلها على مين؟ على الكاميرا اللي فوق وعلى الكاميرا اللي تحت. طب هناخد حاجه ان شاء الله هنسميها الفواتير. كاميرا زي دي مش هنسين المربع ده في التنفيذ، لو احنا قسنا الابعاد الدايمنشن الخاصه بالمربع ده هتطلع متر 75 في 2 متر 62. المربع ده على الرغم انه متر 75 في متر 62، لكن تنفيذيا لما يجي النجار يعمل لك الشد الخشبي للكاميرا هيقطع منين؟ عنده حالين، عندك الالواح طبعا ليها اطوال 2 متر 80، 3 متر 20، 4 متر وهكذا. فعندك حالين، الحال الاول نبدا يقطع لك من الخشب، يعني يبدا ينشر الخشب اللي عنده، ده مستحيل مش هيحصل، مش هيقطع لك الالواح الاطوال الثابته دي. فعشان كده هيجي يستخدم لك اللي بنسموه بره
الطفش او الفضل اللي بيفضل من الخشب المكسر ويجي يوصله لك في الجزئيه دي. يعني بعد ما تخلص تنفيذين هتلقى شكل الكاميرا في الجزء ده يا اما على الشاشه يا اما شكله زي الزفت. فاحنا عشان كده بنعمل ايه؟ بنيجي بدل ما بنعمل كاميرا هنا ملهاش لازمه، مفيش حيطه بشمهندس متر 62 اعملها كاميرا. احنا بنقول لك كل تحت كل حيطه لازم كاميرا، بس تحت كل حيطه يعني حيطه فاهم، حيطه حيطه يعني مش حيطه طولها متر 2 متر ولا كام. طالما الحيطه طول اقل من 3 متر ممكن ما اعملش تحتها كاميرا. ممكن في حلين، اما ان انا اعملها فواتير، لو طولها اقل من 3 متر ممكن اعملها فواتير وحديك تصميم الفواتير بتتصمم من ازاي، او طولها يكون كام، او ممكن اعملها كاميرا مدفونه، كاميرا مدفونه معاك حد 4 متر. عشان كده انا دايما بقول لك طالما في كاميرا لازم الحيطه تكون حيطه رئيسيه يعني طول اكبر من 3 متر. خلاص يعني من الاخر خدت حاجه جديده، مش تحت شرط كل حيطه تكون تحتها كاميرا. نعم لا ما احنا خليها موجوده، ما انت لازم تخليها موجوده عشان يبقى عارف ان في المكان ده هعمل فواتير بعد كده. ايه الفواتير دي؟ الفواتير يا صح حديد. كاميرا مدفونه ده الحته دي ولا لا؟ كاميرا مدفونه هنقول لك تصميم كاميرا مدفونه ويعني ايه بالتفصيل، بس لما نوصل لجزئيه الديزاين احنا بدي لك بس افكار عامه عشان احنا شغالين. طب ايه الكلام ده؟ ده عباره عن ايه؟ فتحه. الفتحه دي يا باشمهندس في ناس بتعمل ايه للاسف الشديد؟ بيبدا يعمل ايه؟ بيبدا يعمل كالاتي. انا بعمل لك الكلام ده لان اوريدي الناس بتعمل وخصوصا في المشروع، بيبدا يعمل لك كده، بيبدا ياخد كاميرا هنا وياخد كاميرا تتشال على دي ودي. انت كده عملت، انت كده عملت مصيبه. خلاص ليه؟ مصيبه معماريه طبعا مش انشائيه. اول مصيبه معماريه لان الشكل ده هيبقى وحش خالص. ثاني مصيبه انشائيه لان انت لو جبت عالم نجاره مش هيعرف يقفل لك ده، اللي هو البوكس ده مش عارف يقفل، اللي هو 37 في متر 28. ده لو جبت عالم واخد دكتوراه في النجاره مش عارف يقفل. خلاص عشان كده احنا بنعمل ايه يا باشمهندس؟ بنعمل كالاتي، بنمسح الخط ده ونمسح الخط ده ونشنفر الاثنين دول مع بعض بحيث تبقى دي بلاطه عاديه خالص بس فيها فتحه. طب البلاطه الخرسانيه فيها فتحه، تصميمها ازاي؟ هديك التصميم بتاعها. طب يبقى اذا خلصنا من الجزئيه دي. طب الفتحه دي حد ابعاد كام؟ حد ابعاد كحد اقصى، كحد اقصى ممكن توصل حد 2 متر في 2 متر. انا مره عملت فتحه في ثلاث سلاب مش فاكر كانت 4 في 6 4 في 7 كانت كبيره كبيره يعني، كان بحر كده وما كانش حواليه عمدان كمان، كانت شغلانه جامده يعني شويه. فعشان كده الفتحه في الصوره دي سلاب يعني ممكن تتعمل بابعاد كبيره لو انت صممت عملت احتياطاتها، بس الفتحات اللي احنا بنهمل الاحتياطات والتصميم فيها تبقى حد 2 متر في 2 متر. يعني ايه؟ معظم الفتحات في الدقات بالذات تلقاها نص متر في متر، متر ونص في متر، متر في متر كده، الدقات مش تبقى مساحتها كبيره. طب هنتعلم ان شاء الله تصميم ازاي. طب نيجي الكاميرا زي دي نفس الكلام، هتلقى الامور يا باشمهندس اوريدي بالنسبه لك بيجت ايه يعني سيستماتيك او بيجت حياه تقريبيه يعني حياه تقليديه، احنا بنعمل اللي فوق زي ما بنعمل تحت. فبنمسح الكاميرا زي دي، بنعمل امر جوي ونقفل الاثنين دول مع بعض. هنحسرع شويه في الجزء الباقي ده عشان ايه ننجز شويه. كاميرا زي دي نفس هتعامل معاها نفس مين؟ نفس اللي فوق، هتشال على العمود ده تشال على العمود ده. يعني اعمل جوين للخط ده مع الخط ده، هتظهر معايا نفس المشكله. المفروض الكاميرا دي هتشال على الكانتليفر اللي فوق وهتتشال على الكانتليفر اللي تحت. يعني هروح وامد الكانتليفر اللي تحت، همد الكانتليفر تحت هتظهر معايا مشكله ان الكاميرا دي كام؟ 25، الكاميرا دي كام؟ 12. فاروح اعمل موف للكاميرا دي 13 سم لفوق واعمل تريم للجزء ده. اصبحت الكاميرا دي متشال على الكانتيفر ده ومش على الكانتيفر ده. دايما يا باشمهندس لما ادرس اتزان الكاميرا مش بدرس اتزان الكاميرا ككل، هو يفضل طبعا، بس انا طالما بدرس اتزان الكاميرا ان كل بايكه متشاله يبقى اكيد الكاميرا كلها ايه متشاله عشان ما ادوخش نفسي. يعني انا خلاص اتاكدت ان البايكه دي او الكاميرا اللي في البايكه دي متشاله على الكانتيفر ده والكانتيفر ده اوريدي. لو انا عملت ده لكل بايكه اول ما ابص على الكاميرا في الاخر الاقيها كلها متشاله. نفس الكلام انا لما عملت الكاميرا زي دي شفت البايكه بس من العمود للعمود، ما بصيتش على امتداد الكاميرا هل هي ممتده مش ممتده، ما يهمكش دلوقتي، اللي يهمك ان الكاميرا اقل حاجه ليها توصل فوق. طب نفس الكلام هنوصل لجزء زي ده، دي فتحه هنتعامل معاها ازاي؟ هنأجل الجزء ده لما نشوف الجزء اللي تحت ده. طب نروح للجزء ده. الجزء ده انا عندي ايه؟ دي كاميرا هتتشال من ناحيه على الكاميرا دي اللي هي اوريدي مشاله على العمودين دول، المفروض هي تتشال على الناحيه الثانيه على الكاميرا الثانيه. انا هعمل لها اكستند
بالشكل ده وامسح او اقطع الجزء ده. طب نروح لكاميرا زي دي، كاميرا زي الجزء ده. الكاميرا دي زي ما انت شايف عرضها في الاول كام؟ 25، بعد كده قلبت بقت كام؟ 12. المفروض اوصلها من العمود للعمود. طب عشان اوصلها من العمود للعمود هبدا اخدها كام؟ اولا همسح الزيادات دي، هبدا اخدها 25، 12 اخدها 25. اولا اجباري بالنسبه لك لازم تاخدها 25. ليه لازم تاخدها 25؟ لان طولها ما ينفعش اعملها كام؟ 12. فبص يا باشمهندس، الشرط اللي هو المفروض كاميرا 12 ما يزيدش طول عن 4.80 متر، وكاميرا 25 ما يزيدش طول عن 10 متر، ده اجباري بالنسبه لك. معماري رضي، معماري مرضيش، لازم تتعمل كده. خلاص؟ حتى لو المعمار قال لك اعملها 12، لا لازم تتعمل 25، لان لو حصلت اي مشكله في الكاميرا دي، حصل اي حاجه هيجي يبص على البحر بتاعها، لا ده بحر 5 متر وحضرتك عاملها لي 12 سم، غير موفر الكود وما يبصش في حاجه بعد كده. ففي حاجات انت كانشائي المفروض ما تتخلاش عنها نهائيا. طب نفس الكلام، هي اصلا اوريدي الكاميرا دي ماشيه معايا كام؟ 25. بص معايا كده، طالما انا عملت اتزان الكاميرا في البيكه دي مش ما بين العمود ده والعمود ده، اوريدي لما اشوف على الكاميرا كلها هلقاها كلها متزنه، ادي سبورت 2 3 ومطلعه كانتليفر. طب خلصت الجزء اللي فوق. طب بالنسبه للكاميرا زي دي خلاص اعملها جوين، لان هي خلاص اتاكدت انها متشال على الكاميرا اليمين ومتشال على الكاميرا الشمال. طب بالنسبه للكاميرا زي دي اظن بمجرد ما تفكر هتقول اعمل دي كاميرا اعملها فواتير، اكيد فواتير، لان ده حبه مربع ده ضيق خالص. ده حاجه، الحاجه دي بص كده معايا، لو رحنا للمعماري ده احنا شغالين في الجزء ده، شايف ده باب، محتاج اعمل كاميرا عند الباب ده ولا مش محتاج؟ اعملها ليه؟ واحد يقول لي يا باشمهندس في حيطه، اقول لك فين الحيطه دي اصلا؟ فين الحيطه اللي انت بتعملها كاميرا في المكان ده؟ انا هدي لك يا باشمهندس وصفه لبعض الناس لما بيشتغل، عشان برضه ايه تبقى واضحه. بعض الناس لما بيشتغل ازاي؟ يعني انت لو اخدت ان تحت كل حيطه في كاميرا انت كده ايه بتعوم نفسك. اولا ايه الكاميرا دي هتتشال على الشير وول، تتشال على الكاميرا دي اللي هي اوريدي متشال على العمود ده والعمود ده، بعد كده يروح يعمل ايه؟ ياخد ايه الكاميرا دي بالشكل ده، وفي ناس بتعملها، في ناس بتعملها، بيرضي مين ده؟ ده لو انت مهندس موجود في الموقع بتنفذ، المفروض الراجل النجار هيعمل ده تصعب عليه، يصعب عليك. ده اذا عملها اصلا ما حطكش في المكان ده. خلاص؟ بص يا باشمهندس، النجار او الحداد لما بيبص المهندس واقف قدامه بيقدر يتخيل اذا كان المهندس واقف قدامه ده فاهم ولا جاي كده ابيض واد. بيقدر يتخيل، يعني هو الجماعه دول على الرغم انهم ما عندهمش درجه كبيره من العلم يعني، او الناس تفكير على كده حاله، لكن حتى الكلام ده تلاحظه في الناس الكبيره، بتلقى عنده بيبقى ليه وجهه نظر في الشخص اللي قدامه يعني. فانت لو عملت حاجه زي كده يبقى ربنا يعوض عليك بعديها يعني. واحد عشان يعمل لك المستطيل بالشكل ده خلاص خلصت. فاحنا ايه، اولا مين قال، مين اللي قال ان دي عاوزه كاميرا؟ ده بقى اعمل الحيطه هنا نص قالب، واعمل هنا قالب، قالبين هعمل لهم كاميرا مش محتاجه، ده بلاطه 12 سم تقدر تشيل حيطه نص طوب اصلا وهي مرتاحه، من غير لا كاميرات ولا كاميرات مدفونه ولا كاميرات ساقطه ولا فواتير ولا حاجه، طالما الحيطه دي 12 وطولها 2 متر ولا متر ونص ولا 3 متر ممكن تشيلها وتسيف تعمل تشيك على البنش تلقاها هي امور معديه معاك يعني. بس احنا مش عاوزين نوصل للمرحله دي لانها لسه بدري عليك. يبقى اولا كاميرا زي دي اصلا ملهاش لازمه، لا فواتير ولا كاميرا مدفونه ولا اي حاجه، فامسحها. الحاجة الثانية دي انا اضطر ان انا اعملها ايه؟ ان انا اعملها ايه؟ فواتير. ده ضغط نفس الكلام. طبعا هو الراجل عامله لي زجزاج لاين، فانت هتدوس عليه وتختار بدل ما هو لاين طيب زجزاج هتختاره ايه؟ هتختاره خط وتعمل ماتش لاخوه زيه عشان ما ياخدوش موقف من بعض. ده ضغط نفس الكلام، وراح امسح الخطوط اللي بره دول، ونفس الكلام هصمم دي كانها ايه؟ كانها بلاطه فيها فتحه. طب دي كاميرا هتتشال على ده وده، طب بص كده ركز معايا، الكاميرا دي 12 انا هشغلها في الاول 12،
طب الكاميرا دي 12، اختها اللي جنبيها الناحيه الثانيه كام؟ 25. طب دي ينفع اخدها 25 ولا اخليها 12؟ خليها 12، مش محتاجه 25 اصلا، خلاص. طب بس دي لما تتصمم لازم تتعمل ديسمبل وديسمبل، هنقول لك ليه. يعني ما ينفعش اخدها كلها كونتينوس بيم، هي ينفع بس هتلقاها ايه، هتلقى دايما ده بحر صغير ولسه العمود ده بتاعه هيزيد، فهتلقى الجزء ده صغير، هتلقى المومنت كله نيجاتيف فوق، فهنضطر نخلي ديسمبل ونخلي الايه اللي فوق ايه لوحده، يعني واحده واحده ان شاء الله. طب نيجي لانشاء الاسانسير. اولا انشاء الاسانسير ده الصندوق اللي انت حضرتك تبقى راكب فيه، ده اللي هو الواير اللي هو اللي بينزل ويطلع اللي هو خاص بالاسانسير، اللي هو البوب متوصل في الموتور اللي بيرفعك وبينزلك. الاثنين دول انت بتمسحهم مش محتاجهم، ده الباب بتروح ايه تمسحه. طب ايه ده؟ ده الباب اللي هو الحيطه اللي بتبقى موجوده جنب الباب، هما الكتفين، ببدا اعمل لهم كاميرا بنفس عرض الكتفين ايا كان العرض مش مشكله، لان دي كاميرا الاسانسير حتى تسليحها بيبقى تسليح مش بنكسح فيه، بيبقى تسليح يعني ايه وكناتها بتبقى واخده شكل تاني هنتعرف عليه. ان ممكن ولو لحظات انها تتعرض للديناميك لود نتيجه لحركه الاسانسير، خلاص. لو انا سبتها بالشكل ده ممكن الراجل النجار يعملها في الموقع او الناس اللي بيصوب النجار ممكن يقفلها لك ويصبها لك زي اللي فوق. فرقت ايه عن دي؟ دي فضاء شكلها نفس الشكل اللي تحت، عشان انا يجبر انه ما يصبش ده واجي اعمل له ايه؟ باجي اعمل له فيها كروس بالشكل ده كانها منور بالظبط، لان ده المفروض لما المفروض ده لما بيتصمم او لما بيتركب امتى الاسانسير؟ بعد ما تخلص البرج خالص، يعني ده بيتصاب منور او فضاء لحد ما تخلص خالص. ده بالنسبه لانشائي الاسانسير. الحاجه الثانيه ببدا افصل البلاطه دي عن بلاطه السلم، يعني ببدا اروح امد كاميرا في المكان ده. هي حقيقه الكاميرا دي ملهاش لازمه دلوقتي، بس انا همدها لك وهقول لك ليه ملهاش لازمه، بس ده لما ندخل في تصميم السلالم. احنا مبدئيا هنعمل كاميرا نفصل بيها البلاطه قدام الاسانسير عن الستاتيكال سيستم للسلم. احنا لسه ما خدناش السلم كستاتيكال سيستم، ده هنأجله شويه وهنقول لك الستاتيكال سيستم بتاعه بالتفصيل، وليه عندي برزنتيشن هديهولك. قبل ما نخلص صوره بيبي سلاب، ايه ده التراس اللي بره اللي هو ده. دايما مش هنس التراس، طالما في كاميرا قبل منه بعمل دي كاميرا بطلع منها ايه؟ بطلع منها كانتليفر سلاب. طب دي شكلها بيبقى ازاي؟ دي المفروض انا كنت يعني تبص معاك. ايه ده؟ ده قطاع يا باشمهندسين، ده الشارع، ده المفروض ان ده المفروض عندي الحيطه او المدخل، وده مثلا شباك دايما سقف الدور الارضي، وده سقف الدور المتكرر او الدور الاول والثاني. بص الحيطه اللي تلاحظ هنا، الحيطه في الدور الارضي فين؟ والحيطه في الدور المتكرر فين؟ الكلام ده لو احنا رحنا للمعماري او الانشاء الخاص بينا هتلاقيه ازاي؟ القطاع ده انا واخده فين في الاول؟ القطاع ده انا واخده هنا. في منطقة زي دي. يعني القطاع للجزء ده. بص كده الحيطة، لو انا رحت للمعماري فوق. الحيطة فين هنا؟ بعد المحور ده بمسافة معينة، 1.25 متر. انزل الضوء الارضي تحت. هتلقى الحته دي فين؟ مع المحور. يعني لو خدت قطاع بسيط في القطاع هتلقى الشكل كده، ادي الحيطه اللي تحت وادي الحيطه اللي فوق. ده يا باشمهندسين بسميه ان انا بضم التراس او البلكونه لغرفه النوم. يعني ايه؟ يعني انا مش عاوز تراس او عاوز اوسع وازيد من مساحه غرفه النوم، فببدا بعمل ايه؟ بدل ما بعمل تراس بالشكل ده انا بيبقى منه للشارع، لا انا بعمل ايه؟ بروح اضم اشيل الحيطه الموجوده هنا واضم التراس ده تبع مين؟ تبع غرفه النوم، واخلي الحيطه دي من بره. لو انا عملت الحركه دي بيسميها برج. دي بيسميها برج بره، مش البرج اللي هو البرج الساكن شغال، هي اسمها برج. لو انا عملتها بالشكل ده بيسموها بلكونه او تراس. يعني لو انا رحت فوق ده الجزء ده بسميه برج لان انا ضميته تبع غرفه النوم، والجزء ده بسميه تراس لان انا ما ضميتوش تبع غرفه النوم وتبع المعيشه اللي عندي. عشان كده ده الاستاتيكال سيستم وده الاستاتيكال سيستم. بمعنى ينفع اعمل كاميرا في المكان ده؟ بروح اعمل كاميرا فين؟ فوق الحيطه عشان اشيل الحيطه. فين الكلام ده عندي في القطاع؟ ادي الحيطه اللي هي اللي فوق، بروح اعمل كاميرا تحتيها عشان تتشال على مين؟
عشان الحيطه دي تتشال على الكاميرا. يبقى اذا مكان الكاميرا دي، الكاميرا دي اللي هي المفروض الكاميرا دي فين عندي على البلان اليمين اللي هي الكاميرا دي. يبقى اذا الكاميرا دي لما اخدت قطاع ظهرت معاي الناحيه الثانيه اللي هي الكاميرا دي. المفروض انا عندي فيه المفروض يبان عندي اسقاط للكاميرا اللي شايله بالمنظر ده، اللي هي دوب عندي فيه كاميرا اللي هي طالعه وشايله الكاميرا الثانيه اللي هي الكاميرا في الاتجاه الثاني وهكذا. طب انا استفاد ايه بالموضوع ده؟ استفاد ان انا ما ينفعش اعمل كاميرا فوق العمود مباشره بالشكل ده. يعني ما ينفعش اجي هنا واطلع فوق العمود واروح اعمل كاميرا هنا كده. ليه؟ لان الكاميرا دي هتبقى نازله فين؟ هتبقى نازله في الغرفه في اوضه النوم. عشان كده بالنسبه لانشاء البرج في الاول بخلي الكاميرا من بره، وعشان اشيلها بطلع لها اتنين كنتليفر. لكن هنا في التراث ينفع اعمل كاميرا في المكان ده ولا ما ينفعش؟ ينفع. ليه؟ لان اوريدي المكان ده فيه حيطه، فانا بعمل كاميرا اما فوق الحيطه او تحت الحيطه على حسب انت شغال في اي دور. فالحيطه او الكاميرا مدفونه مع مين؟ مع الحيطه. يبقى اذا انا بستغل. طب ينفع اعمل كاميرا بره؟ ما ينفعش اعمل كاميرا. هتشيلها على ايه؟ مش هينفع. اولا مش هتعرف تشيلها، لو شلتها من الناحيه دي بلاش ده، ممكن عشان ده معروف. لو ينفع اعمل كاميرا في المكان ده هتشيلها على ايه؟ هتشيلها على تعمل ده كابولي. طب الكابولي ده هتشيله على ايه؟ يبقى اذا الحل دي ان انا اعملها ايه؟ اعملها كنتليفر سلاب. يعني ايه كنتليفر سلاب؟ يعني اعملها بالشكل ده، بالشكل اللي تحت اللي هو الشكل ده، اعملها كنتليفر سلاب بالشكل ده. واحد تاني قال لي طب ينفع كنتليفر سلاب تشيل حيطه بالشكل ده؟ ينفع، لان كنتليفر سلاب دي بتتعامل كانها فلات سلاب، شوكه فيها شبكه تسليح علويه شبكه تسليح سفليه. ينفع تشيل حيطه طوبه او نص طوبه، ارتفاع دور او ارتفاع دروه او اي حاجه، بتتعامل كانها فلات سلاب بالظبط. ده بالعكس، ده الشوك اقصر متانه من الفلات سلاب. خلاص، عشان كده الجزء ده الاستاتيكال سيستم بتاعه بيختلف. انت في الانشائي بتبص منين؟ المفروض في الانشائي بتبص من تحت فين؟ من تحت لفوق. فانا لما ببص من تحت لفوق في الكنتليفر سلاب بشوف ايه؟ خط واحد ولا خطين؟ بشوف خط واحد اللي هو الخط ده. لكن المعمار لما بيجي بيبص من فين؟ من فوق لتحت. فبيشوف كم خط المعماري؟ بيشوف الخط ده والخط الثاني. عشان كده بص كده في المعماري، بالنسبه للارضي المعماري شايف مين؟ شايف الخط ده والخط ده. انا كانشائي هشوف الخط اللي جوه والخط اللي بره. هشوف الخط اللي بره، يبقى انا هروح امسح مين؟ الخط اللي جوه. يعني انا اروح للانشائي اعمل ايه؟ امسح الخط اللي بره ولا اللي جوه؟ امسح الخط اللي جوه. اصبحت دي بالشكل ده عباره عن ايه؟ كانت ليفر سلاب. طب دي نفس الكلام، هشيل الخط اللي جوه والخط اللي جوه الناحيه الثانيه متشال طبيعي بالشكل ده. ده اسمه ستاتيكال سيستم لمين؟ لكانت ليفر سلاب. فهمتوا الجزئيه دي ولا ما فهمتوهاش؟ طب اللي ما فهمش الجزئيه دي، لو كان في عمود على الناحيه الثانيه مش كنت هتعملها تبع كوبيت؟ في عمود فين؟ لو كان في عمود وكاميرا زي بعيد اي مكان. طب المكان حضرتك واقف عنده ده؟ ده؟ ايوه ده. لو في عمود هنا مثلا، عمود وكاميرا طلع كابولي عادي. لا ما تطلعوش، ملوش لازمه. طب بص ما فهمتش دي، خليك معايا هنا. بص كده ركز معايا يا باشمهندس. لو رحت انا هنا اللي فوق دي كلها تراث، بس هنا جه عمل فصل حيطه في المكان ده عشان نفصل التراث الخاص بالحمام، مع ان انا اول مره اشوف تراث الحمام يعني. تمام؟ وتراث لمين؟ لغرفه النوم. خلاص؟ المهم في حيطه فاصله ما بين التراث ده والتراث ده. هل الحيطه دي لو انا رحت للمعماري للارض اللي تحت، هل محتاج ان انا اعملها كاميرا بالشكل ده؟ اولا انا لما اجي اشيل في التراث هشيل مين؟ هشيل الخطين اللي جوه. صح ولا مش صح؟ طب الكابولي ده انا عامله بصفه ايه؟ شايل الحيطه اللي فوق منه. طب الحيطه اللي فوق منه ما دي حيطه اوريدي بتتشال على الكنتليفر سلاب. يعني انا ده محتاجه ولا مش محتاجه؟ مش محتاج. ودي اللي انا عاوز اوصلها له. تمام كده؟ يعني حاجتين، لا تخلي اللون ده شبه اللون ده، لا تخلي اللون ده شبه اللون ده. خلاص؟ طب بص كده معايا، ده بالنسبه للمعماري. طب احنا يا باشمهندسين في الاول ده ليه نفع ان احنا عملناه صلب بيم سلاب اللي فوق؟ لان الكاميرات مش بتتعارض مع المعماري. طب ارجع تحت كده في الجزء ده، ينفع اعمل ده صلب بيم سلاب؟ ينفع اعمل الجزئيه دي صلب بيم سلاب؟
عشان تعملها هتضطر تعمل ايه؟ هتضطر تعمل كاميرات هنا. طب انا اصلا عملت ايه وهعمل كاميرا في المكان ده؟ طب انت اصلا ايه يعني بوسط الجزئيه دي؟ انا اصلا عاملها واسع في المنظر ده عشان اخد حريتي في الحركه في المكان ده ويبقى الشكل معماري يعني كويس. عشان كده يا باشمهندس الجزء ده مش ينفع، ينفع مش ما ينفعش، ينفع اعمل وصول بيم سلاب بس لو المعماري وافق او المالك وافق انك انت تنزله كاميرات في المكان ده. المالك بخيل شويه وقال لك لا يا عم انا هنزل كاميرات وهعمل سقف عيره، خلاص انت اخدت موافقته اوريدي تعملها. لكن بالنسبه لك انت لو ما حصلش موافقه وده في الغالب اللي هيحصل، فهنشتغل الجزء ده ايه؟ فلات سلاب. اشغله زي فلات سلاب. اولا فلات سلاب انا لما ببص عليه من تحت بشوف حاجات من جوه، بشوف الحدود الخارجيه بس، الحدود الخارجيه بس. عشان كده في الفلات سلاب لما هنروح هنشيل اي حاجه من جوه، يعني ده هيتشال كل حاجه من جوه هتتشال في الكاميرا دي. بس معلش نوصل لك الاول اللي هي فاصله ما بين السوليد سلاب وما بين الفلات سلاب. بعد كده نكمل مسح. ده يا باشمهندسين سيت كالسيستم اظن فات سلاب حتى بالنسبه لك انت بيبقى اسهل. طب هنا لما امسح، امسح الخط اللي بره ولا اللي جوه؟ الخط اللي جوه كانها كانت ليفر سلاب. محدش يا باشمهندس يمسح الفتحة دي، فتحة برضو خاصة بالمطبخ محدش يمسحها. بصوا كده، ده مطبخ ده فيه ضغط او فتحة بس برضو سيبها. هو الراجل الصراحة بيحاول يحافظ قدر الامكان على الواجهة بتاعة المبنى، لان لو هتلاحظ ان الواجهة بتاعة المبنى من اربع جهات مفيش جيران معاه، فمش حابب يطلع مواسير الصرف بره العمارة. لو طلعها بره العمارة اللي هيحصل؟ بحب شكل العماره، لو خصوصا العماره دهانات او خلافه عملها تشطيبات بحب شكله وحش خالص، لان ده بيشوفه حتى هنا لو انت ماشي في الشارع في بعض العماير. يمكن وانت رايح نازل القاهره، وانت نازل القاهره كده قبل ما تنزل المحطه على طول بتلقى شكل العماير صراحه في الاول بيحسك انك انت نازل القاهره ولا حتى رايح كوم السيد، خلاص شكله بيبقى وحش خالص. فعشان كده يا باشمهندس احنا اولا هنقفل الحاجات اللي بره. ممكن انت بدل ما تختار يعني ممكن نسحب دول مع بعض، حاجات زي دول ممكن نعمل لهم جوين، حاجه زي دي نعمل لها ايه بدل ما تروح تعمل شنفر ممكن ندوس على دي وتنزلها تحت. خط زي ده ناقص بتكمله. بعد كده بتيجي تعمل ماتش، يعني يفضل خليهم باللون ده بدل ما خط ايه ماشي كذا لون. نيجي للجزء ده، دي فتحة صح؟ الفتحة دي هشيلها ازاي؟ مع ان مفيش بلاطات حواليها، كلها محاطة بكاميرات. يعني ينفع؟ أولًا ركز معايا كده عشان تفهم الجزئية دي كويس، لأن الجزئية دي صعبة شوية، وخصوصًا في الوقت الحالي. دي فتحة ملهاش امتداد بلاطات من ناحيتين، يعني ما ينفعش أعملها بلاطة فيها فتحة، ده هي كلها فتحة أصلًا. ودي حيطة. ودي حيطة. فالحيطة دي والحيطة دي لازم يكون فيها في المكان ده عشان تتشال. لازم يكون في كاميرا. طب انا الكاميرا دي هقدر امدها من تحت، يعني ايه؟ او امدها اجيبها من فوق، لان الكاميرا دي اوريدي متشاله على الكنتليفر ده والكنتليفر ده والكنتليفر ده والكنتليفر ده، اقدر اطلع منها كنتليفر بالشكل ده. طب الكاميرا دي هتشال من الناحيه دي على الكنتليفر ده، طب ومن الناحيه الثانيه ينفع اشيل على فلات سلاب؟ يبقى اذا مضطر ان انا اعمل ايه؟ نعمل كاميرا هنا. طب الكاميرا اللي انا هعملها هنا هتاثر معايا في المعمار ولا مش هتاثر؟ لو رحت في المعماري فوق هلقاها موجوده فوق حيطه، يبقى اذا ايه مش هتاثر معايا في المعماري، وده من حسن الحظ. طب لو كانت هتاثر معايا في المعماري هنعمل ايه؟ هنضطر نتصرف مع المعماري. ممكن يا باشمهندس دي فلات سلاب بس يعني ايه، وراح امد منها جزء من الناحيه دي بحيث اقدر ابني على الحيطه، لان الحيطه دي حب البحر بتاعها اوريدي صغير، فممكن هي اتصرف برضو ونحلها. بس احنا خلينا في الحل اللي احنا شغالين بيها في الوقت الحالي.
ان دي هتبقى كاميرا هي بالشكل ده طالما عندي مش مشكله. واحد يقول لي يا باشمهندس طب ما ده صندوق صغير في التنفيذ حب صعب شويه، هقول لك ده خلاص دي اوريدي هنا في حيطه، مفيش ادنى حل ان انا اعملها غير كده، لان انا دي عندي حيطه بتطلع معايا من ال تطلع معايا تكفيله بالشكل ده، ما ينفعش اخدها غير كده. واحد تاني ممكن يقول ايه؟ ممكن يقول انا ممكن اشيل الكنتليفر ده، انا ممكن اجي تحت، في ناس يعني في حلول ممكن تجيبها انت، ممكن اشيل الكنتليفر ده تمام واخلي دي فتحه مع مين؟ مع الباص اللي جوه. هتعمل ايه انت؟ هتدعك الدنيا خالص. ليه؟ لان هتبقى الكاميرا دي متشاله فين؟ على الهوا خلاص، هتلقاها ده كله كنتليفر على الهوا، فهتلقى ده انسب حل للجزئيه دي. طب واحد تاني قال لي يا باشمهندس طبعا هنأجل الستيكر سيستم للسلم شويه، هنأجل شويه لما نشرح السلال. واحد تاني بيقول لي يا باشمهندس ايه؟ كده انا اهملت سواقة الحمامات. يعني ايه اهملت سواقة الحمامات؟ يعني المفروض انا في كل حمام بنزله 15 سم صح؟ طب انا ده حمام نزلته ولا ما نزلتهوش؟ ما نزلتهوش، وده حمام برضه ما نزلتهوش، وهنا في دورة ميه برضه ما نزلتهاش. فاروح بنزل ايه الكلام ده؟ ببين للمعمار ازاي ان الحاجات دي منزلها 15 سم، بقدر اروح اعمل لها هاتش. الهاتش ده لو انت دوست اتش انتر بتروح قدام الباترن الخاص بالهاتش، تيجي في المكان اللي هو عليه كذا نقطه ده، بتدوس عليه بتختار اظهر يعني حاجات تانية، بنختار الداش اللي هو ده، ده لتهشير الحمامات، بتقول اوكي. اولا بنغير اللير، نخلي لونه اي لون اصفر مثلا. بنروح نختار بيك بوينت المره دي مش اوبجكت، لان دي ده مش كل حته واحده. بندوس على المكان، ما علينا هو اللير، معلش نغير اللير بس لانه هيعملها زجزاج لاين، نخليها هاتش. نختار الكلام ده مره تاني، ونروح للبتن تاني، ونروح نختار. بص ممكن ده يا باشمهندس تختار عن طريق ده اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، ممكن تيجي تدوس في ده هيظهر لك مجموعه من الكلمات. لو كتبت دي، لو كتبت دي على الكيبورد هتلاقى ايه؟ جاب لك ايه؟ هتلاقى راح لك للهاتش. يعني انا بص ماشي بالماوس اللي انا عملت، روح دست دي على الكيبورد هتلاقى نزل على الداش، هتروح تختار. يبقى سواء جبتها من هنا او من الناحيه الثانيه، كلا الطريقين يوصلك ايه؟ يوصلك انك انت تختار الداش الهاتش داش. هتدوس على الكلام ده تدوس سبيس، قبل ما تدوس اوكي هتروح للبريفيو، هتلقى ايه؟ دايما الداش احنا بنعمل على زاويه 45، لكن ده معمول على زاويه كام؟ على زاويه 0، فهتروح تغيرها تخليها كام؟ 45. تدوس بريفيو مره ثانيه هتلقى ده لو كان كبير او صغير بروح اغيره من فين؟ من اسكيل، لكن هو الحجم ده الطبيعي حجمه كويس معاه. زي ما عملت ده اروح اعمل مين؟ اروح اعمل ده الجزء ده. طب اللي تحت انا اتمسحت هجيبها منين؟ مش في دورة ميه هنا؟ انا مسحتها هنا صح؟ اللي هي دي هعمل ايه؟ هاخد كوبي للحدود الداخلية مش الخارجية عشان اقلل مساحة الجزء اللي انا ممكن تاخد شوية مثال. خدت كوبي للحدود الداخلية لما ابني الحيطة هبنيها على فين؟ هبنيها على الجزء اللي بره. لو انا خدت كوبري للحدود الخارجيه لما يجي الحيطة هبنيها على مين؟ على الجزء اللي تحت. الافضل انك تبني الحيطة على الجزء المرتفع خلاص. طب انا الكلام ده هاخدها من نقطه ثابته مثلا من نقطه العمود دي وانزل بيها تحت واجي اعمل ايه؟ اعمل جوين الاثنين دول مع بعض واروح الامر هات اي واحده فيهم دي؟ لا اللي هو بص يا سيدي باخد كوبي لده تمام؟ نقطة ثابتة العمود ده اوريدي موجود تحت، فأنا هاخدها من أي نقطة في العمود؟ من النقطة دي مثلا، وهنزل بيها تحت لنفس النقطة في نفس العمود. أنا أخدتها من النقطة دي خلاص، أروح أدوس عليه، أروح أنقلها لي تحت خلاص؟ أعمل جوين. طب اروح اعمل دي هاتش. طبعا طالما انت منشط الداش قبل كده هو راجل يحب مختاره لك، يعني داش بيبقى الاخر حاجه انت استخدمتها بتدوس عليها كده. يبقى احنا كده هناخد فلات سلاب، ركز معايا، في فتحات وفلات سلاب في دوره ميه
هناخد صورة بي ام اس فيها فتحات وفيها برضه نازل فيها اللي هو الضغط او الفتحات دي. هنعرف هنصمم الكلام ده ازاي بالتفصيل ان شاء الله. كده احنا يا باشمهندسين مبدئيا خلصنا الانشاء لصف دور متكرر مع جزئيه بسيطه خالص عاوزين نتعامل معاها اللي هو السلم، انشاء السلم ده ان شاء الله هنتعامل معاه بعد البريك. خلاص ناخد بريك كده ونرجع.